قام وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح بزيارة تفقدية مع عدد من قيادي وزارة الإعلام في مبنيي التلفزيون والإذاعة ومحطتي إرسال المقوع والجيوان بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك لتقديم التهاني والشكر لمنتسبي وزارة الإعلام المناوبين في جميع القطاعات. في صورة عكست التواصل الدائم بين القياديين ومنتسبي وزارة الإعلام، قام وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح بجولة تفقدية في مبنيي التلفزيون والإذاعة ومحطتي إرسال المقوع والجيوان بمناسبة عيد الفطر السعيد. باسمي وباسم سعادة الأخ طارق المزرم وكيل وزارة الإعلام وكل الأخوة الوكلاء المساعدون، نسجل شكرنا وتقديرنا لكافة العاملين والعاملات في وزارة الإعلام، ونطالبكم مزيد من العمل ومزيد إن شاء الله من النشاط والإنجاز لدور الإعلام الهام في دعم الكويت ومستقبلها، وخاصة في ظل الظروف الدقيقة اللي تمر فيها المنطقة، فلا بد أن نكثف الجهود ونعزز خطابنا الإعلامي وحملاتنا وبرامجنا لتحصين شبابنا تنفيذا للنطق السامي في العشر الأواخر من رمضان، حينما حمل المجتمع مسؤولية تحصين الشباب ودعمهم وتشجيعهم. وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب دعا المسؤولين في الوزارة إلى التركيز على دعم الإعلام الوطني والدفاع عن صورة الكويت في الداخل والخارج من خلال قطاعات وزارة الإعلام التي تسعى دائما إلى تحقيق الإنجازات التي تبرز الصورة الحقيقية لدولة الكويت. زيارة المناوبين في وزارة الإعلام هي رسالة شكر وتقدير للدور الكبير الذي يقومون به زملائنا في وزارة الإعلام في مجالات مختلفة من إذاعة وتلفزيون وإعلام خارجي وبقية الأنشطة الإعلامية المهمة التي دائما تسعى لدعم الإعلام الوطني وتحقيق أهداف وإنجازات الكويت، وأيضا الدفاع عن صورتها في الداخل وفي الخارج. يسعدني ويشرفني اليوم أني أكون في محطة المقوع مع زملاء العاملين في هذه المحطة. شاهدت اليوم جهود جبارة من الزملاء، يعني الواحد في أول يوم العيد وده يكون مع عائلته وأسرته، ولكن الزملاء يعني أصروا على كعادتهم في الدوام والعمل والتفاني والإخلاص. صراحة الواحد سعد أن يكون معاهم في أول أيام العيد، وبهذه المناسبة أرفع أسماء التبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي في العيد الفطر. الحمد لله يدوم علينا هذه الأعياد على بلدنا في كل محبة واستقرار، ونتمنى للجميع عيد فطر وازدهار لدولتنا الحبيبة، دولتنا الغالية، وكل عام وأنتم بخير. جولة وزير الإعلام اشتملت كذلك الاطلاع على أنظمة الإرسال الإذاعية والتلفزيونية الحديثة التي تتطلع من خلالها وزارة الإعلام لتغطية تلفزيونية وإذاعية أكثر حداثة لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير في العالم.